بشبيشي، هكون معاكم ان شاء الله في سلسلة دورات لتصميم المواقع. طبعا في البداية بحب اقول ان انا اتعلمت كتير من لغة البرمجة برضو من ناس كتير على النت، والفكرة ان انا اعمل فيديوهات او اعمل سلسلة الدورات او الكورسات للغة البرمجة المختلفة وصولا الى انشاء موقع على الانترنت بنفسك، ان انا مريت بتجربة صعبة في تعلم البرمجة وقابلتني مشاكل كتير في كتابة الكود، ويعني كود ويعني براوزر، ويعني ان الكود بيتنفذ على البراوزر ولا على السيرفر، ويعني ايه سيرفر، ويعني برمجة كائنية، ويعني حاجات اول مرة كنت اسمعها. فقابلتني مشكلة ان معظم الناس اللي كانت بتشرح الدورات، الدورة بالنسبة له شيء سهل، يعني شيء هو اعتاد انه يعمل الموقع، اعتاد شو بحسب شغله، ولكن كان الكلام بالنسبة لي انا كأحمد اول مرة اعرف يعني ايه كود، يعني ايه برمجة، وعايز اعمل الصفحة دي بس ما اعرفش الصفحة دي بتطلع كده ازاي، وده بيجي منين فكان بالنسبة لي الكلام صعب لان اول مرة اسمعه. فقررت ان انا اعمل دورة واعالج المشاكل اللي انا وانا بتعلم كنت بقابلها، البساطة في الطرح بالاضافة الى الفايدة، يعني ممكن انا اعمل فيديو 10 دقايق وربع ساعة عمال ارغي والك فيه في كلام مش هيفيدك في حاجه. بما اني قررت ان شاء الله ان انا اعمل سلسله دورات، طبعا هنبتدي بلغه ال HTML، لغه بناء صفحات، بناء مواقع الانترنت. طبعا من الفيديو اللي جاي ان شاء الله هدخل في سلوك باللغه، ولكن دي مقدمه بس للدوره. ايه اللي مطلوب منك؟ مش مطلوب منك اي حاجه خالص، الدورة موجهة للمبتدئين، الناس اللي ما عندهاش أي خلفية خالص أي خلفية برمجية وما بتعرفش يعني إيه برمجة أصلا. هنبتدي من الصفر إن شاء الله، طبعا مع المستويات أنت هتتحسن وهتحس بنفسك وهتحس إن أنت قادر تعمل موقع وقادر تفتح صفحة، تعمل صفحة وتعمل الشغل إن شاء الله اللي هنعمله على دورات. الأدوات طبعا برضو مش مطلوب منك حاجة، الأدوات كلها في المتناول يعني لتعلم اللغة، مش هتشتري حاجة أو هتنزل حاجة من الإنترنت، كلها عبارة عن متصفح إنترنت، إنترنت إكسبلورر بقى، فايرفوكس، جوجل كروم، سفاري، أي حاجة، ومحرر نصوص، النوت باد اللي موجود على الكمبيوتر. وإن شاء الله من الفيديو اللي جاي هبدأ في أول محاضرة في لغة ال HTML، تابعوني.